لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبت نسيم العصر بياسمين نشامي، رح إلهن أحلى عطر من كل شي قدامي. هبت نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابة، واحني لعز الراس صلي عترابة. من شهداء أيار ومرجحة الأحرار، والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. من يوسف العظمة لحد هذا اليوم، شو استشهدوا أبطال ليحموا أبوابها. شهداء أيار ومرجحة الأحرار، والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها. هذا اليوم تشهدوا أبطال ليحموا أبوابا. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما إجت أيام بتضل هي الشام. قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام، قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام. خير لأصحابها وبلسم لحبابها، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. خير لأصحابها وبلسم لحبابها، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابها. يا ميت اهلا وسهلا بام ماجد وابو علاء وسهام. كنا خايفين ماجد كذا الصغير عم يسني خافوا يسخن. الصغار بينوجعوا بهيك وقت، بس الاهل ما بيقدروا يعملوا لهم شيء. تفضلوا. اهلين خال. اهلين حبيبي. احكي لنا شو اخبار الدنيا معك؟ يعني شو بدي احكي؟ أول خليني أقول له إنه أمه عتباني على أم ماجد كثير، وعدتها إنها ما تنقطع عنها. حقها علي. الحقيقة أنا مقصرة كثير مع أم فارس، بس أكيد بعوض لها إياها. خال، سمعت خطاب الملك عبد الله بالخليل؟ والله يا خالي ما سمعته، بس قريت عنه. قال شو؟ نحن كنا ملوك الحجاز، وصار منا ملوك سوريا والأردن والعراق، بعدين صارت الانقلابات وفرقت البلاد. قومي ام ماجد، الجماعة بلش بالسياسة. مو هيك بالله؟ قومي. على فكرة كلام الملك عبد الله مظبوط. شلون يعني سهام؟ يعني كانوا بالحجاز، بعدين صاروا بالعراق وسوريا والأردن. بس هداك الانقلاب كان عاجبهم، هاد ليش مو عاجبهم؟ أيام الحناوي كان في سعي لاتحاد بين مشرق الأمة السورية يلي هو العراق، وبين قلبها يلي هو الشام.
هلا انفضت السيره. يعني نعمل اتحاد مع الملك عبد الله ونخسر النظام الجمهوري؟ ليش؟ فلسطين والاردن مو جنوبي سوريا قبل ما يجي الاستعمار؟ مو هن جزء من الامه السوريه؟ مزبوط، بس نحن عنا نظام جمهوري وما عنا نفوذ للانجليز، فشلون بدنا نتحد؟ هو اللي صاير انه يا المحافظه على الجمهوريه مع الفرقه والتشتت منها، يا اما الاتحاد يمكن تكون معه خساره النظام الجمهوري من ناحيه ثانيه. هون الاختيار. لا خال، لا، هي وحده مصطنعه مثل متجزئه مصطنعه. الوحده اللي بتدوم هي اللي بتنبع من الشعب وبتحقق مصالح كل الشعب، مو بتحقق مصالح الاستعمار والحكام والرأسماليين. اما وحده مصطنعه بيروح الملك بتروح، بيصير انقلاب بتروح. الوحده اللي بتضل هي الوحده اللي بتصير بين الشعبين وبس. صباح الخير ابو منير. اهلا. صباح الخير، جيت بوقتك. شو وراك مشوار؟ لا، بس بدي اياك تشوف لي عماد ليش مو كثير متحمس. بدي اياه يجي يستلم المكتبه حتى اتفرغ انا للمحاماه. عماد متحمس بس بتعرف عمك، قال له خليني ديرها بعقلي ولسه ما اعطى جواب. ايه قل لي، شو استقاله وزير الدفاع هاي؟ شغله مفاجئه، بس الحكومه باينتها قويه وما انا مقصره. بس شغله هي الاستقاله ما بعرف شلون بدي افسر لك اياها. يا سيدي انا بفسر لك، العقيد هو الوزير، معلومه كنت فاهمين تمام. مزبوط، من ايام جيش الانقاذ وصلة وثيقه، بس شو دخل العقيد؟ انا شايف انه استقاله الوزير مو بعيد عن العقيد. بكره سال الاستاذ شريف ورح تشوف انه شكي بمحله. خاطرك لوين، على الكليه ولا لا؟ ولا مرحبا يا ابو منير. اهلا اهلا ابو علاء، صار لك زمان ما شرفتنا لهون. وانا جاي عندك هالمره مامور. خير؟ العقيد بده يشوفك، هو بعتني رح تجيبك. مغفورا؟ لا شو مغفورا، حدا بيسترجي يغفر صديق معاون رئيس الاركان. اصبح خليك قاعد لروح جيب اخي عماد وارجع. بلكي جذبون. اتصرف. شو اتصرف؟ مقدم عم يشتغل بالدكان، تعرف شو فيها هاي؟ فيها حبس 16 يوم. لا دخيلك، ما لنا قد ام ماجد، لكن خلينا نقفل الدكان ونبعت اخي عماد بالمفتاح. قال حبس قال. يلا يلا. صعب يا فلان، حاسس انه زهير وسهام صعب يتفقوا او ينسجموا. ليش؟ هن اثنين واعيين ومتعلمين ومتربيين. ايه بس سهام شخصيتها كثير نامي حتى متطرفه. هي انا يمكن متطرفه اكثر منها، وموقفي من اهلي بدل اني بدافع بشراسه عن حقي، وهي انا وياك متفقين، شو بيفرقوا عنا؟ بيفرقوا كثير. وين انت وين سهام؟ انت روحك صافيه وذهنك صافي، بعدين بتعرفي تنقي. ملاحظ يا استاذ انك عم تهاجم اخي وتمدح حالك؟ لا، اذا من اولها انت بتدافع عن اخوك وانا دافع عن بنت عمي، نكون بشي بنصير بشي. المعنى استاذ عز الدين؟ المعنى يصطفوا، نحن ما لنا دخل. المهم هلا بدي اياك تتفرغي لي تماما، السنة عندي تخرج وبدي تشجيع منك لنخلص. شو يعني اتفرغ لك؟ وشو يعني تشجيع؟ يعني شوفك كل يوم لو دقيقتين زوادة. انا كمان بحاجة للتشجيع، يعني شوفتك والقعدة معك بيزيدوا صبري وعزمي على الدراسة. بس لو كنا مثل الاجانب، يعني نزور بعض، ندرس مع بعض، نتعرف على بعض. احلام وخيالات مرفوضة استاذ، وقصدك مفهوم. انا انتهت مهمتي، تأمر شي سيدي؟ لا يا فارس. ترامي، مع السلامة. عود أشوف. يعني ما بتعرف تيجي إلا إذا بعت وراك، ولا ضروري يكون معك شريف حمدي آغا؟ ما بنستغني سيدي، بس الواحد ما بيعرف إذا بيقدر يلهيك عن مسؤولياتك العديدة ولا لا. أنت بتعرف أنك موضع ترحيب بأي وقت. ماجد اللي أنت شلون شايف لي الدنيا؟ رايقة سيدي. شايف لك جريدة شريف حمدي آغا موالية تمام لخالد العظم. يمكن اختلف معكم بالرأي شوي سيدي. شلون؟ الجريدة صبغتها وطنية وغير منحازة لحدا، يعني بتقول عن الكويس كويس مين مكان اللي عمله، العظم ولا غيره. هات القهوة يا ابني. ما في شي، شو بده يكون فيه يعني؟ حط عينك بعيني،
ايش وانا غشيمة عنك؟ اكيد في شي مضايقك وما حابب تحكي عنه مو هيك؟ ما في شي، شو احلف لك؟ نذير حبيبي، امتى بدنا نشوف لك ولد؟ عايدة هالسيرة بلاها بيكون احسن. ها ايه بلاها، ليش كبيت بوشي؟ عاد عم نتساير مثل ما كل اخواتي بيعملوا. معلش يا اختي لا تزعلي مني، صاير شغلنا كتير وانا دايق خلقي. ايه تعال عند صهرك، حطوا بعضكم وتسلوا، رجع يسهر ببيت الحارة القديم من وقت ما سرحوه من الوظيفة، وشوكة الأناديلي رجعت صالح مع مرته، يعني ما بقى مين يسهر معه. ما تاخده معك، قال لي انك على طول سهران. هلا معقول في وحدة بترضى جوزة يروح يسهر بالكباريه؟ شو عليه، محل ما بيكون اخوها يكون جوزة. هلا اختي لا تزيدي علي، انا اجيت لعندك لحتى اتفرفد، بلاقي سامي نايم وصهري مو هون وانت حاطه نقرك من نقري. خلص ولا يهمك، رح قوم ساوي لك برات شاي غير شكل. جمع بحالها وما تتصلي يا ليلي. اتهاجم حكومة خالد بيك؟ هو طلب من سانو أن الوزارة مفككة وفيها تناقضات، وأن الصحافة ما لازم تسكت عنها أبدا، بالعكس لازم تتناولها علانية. إذن استقالة وزير الدفاع تمت مو بس بموافقة العقيد وكمان بالإعاز منه. أنا ما رح أكتب ولا رح أهاجم خالد العظم، ربما يكون في عندي تحفظات على أعمال الوزراء ومواقفهم، لكن الحكومة ككل منا فاشلة وأداء مقبول. وأنا معك بس ما في فايدة، طالما العقيد حط الحكومة بباله معناتها الحكومة بأواخر أيامها. فكرك يا أبو عارف الشغلة صارت هيك؟ شلون يعني هيك؟ الضباط الكبار إمتى ما بدهم بيخلوا الحكومة وإمتى ما بدهم بيشيلوها؟ إيه مو هذا اللي صار واللي عم بيصير يا ماجد؟ وآخرتها؟ غير ربك ما بيعرف، ومثل ما طلب منك العقيد أكيد رح بيطلب من ناس تانين، وإذا أنت ما كتبت صاحبتك معه رح تفرط. تعرف أبو عارف لما قلت له لابن عمي عز وزير الدفاع استقال، قال لي العقيد ولا استقالته، ولما ما طاوعته قال لي سأل أستاذ شريف. معه حق، وزير الدفاع السابق نائب حماة أنت ما بتعرفه، أنا بعرفه. وأنا بعرفه. بدك تعرفه غير هيك، من لما بلش مع المشير وما تحقق طموحه، كيف ضر له ظهره وصف مع الانقلاب الثاني، وهلأ مع العقيد. هو بيحب الحركات، بيحب الأمور تولع لحتى يستفيد من نارا، ولما ما بتحقق مصلحته ما في أشطر منه بالتغيير. بصراحة يا أبو عارف أنا بلشت اتشام. اتشام مثل ما بدك، المهم المقال تكون قدامي بوقتها. امشي لعزمك على الفول عند مجيده. لا سيدي انا مرتي عزمتني خاطره. لك وين كنا عزمناك؟ قول كنا عزمناك على حسابك، مفهوم يا ابو عارف. تفضل. لطيف يا لطيف يا لطيف، لك يسلم لي القد المياس،
لك يقبشني يقبشني الناعم والطري والمستوي، لك قريطي يطلع على قبري الزهر يلي بيفك القهر. شاء ولا يا أميرة الأميرات. أنا ورأسي ولا يلي خلتني لغيب ورحت تسهر عندهم؟ منو هدول؟ لك منو هالأمم هاي؟ أنا عندي هون ست الحسن والجمال والأوام الميال، معروفة يا بي، معروفة منذ الأزل، إذا حضر الماء بطل التيمم. لك أنتي أنتي مية عمري، أنتي ريحانة أيامي. بتعز أميرة كل هالقد وبتبخل عليها؟ وبيش عم ببخل عليكي؟ تبخل علي بالرضا. شي يا شي تبخل وما أبخل؟ نحنا صار بدنا الرضا لحتى نفوت على صيوان الأميرة. ما خلصت من الأرجيلة؟ لك يبعد حمل الأرجيلة. لك نزير أنا عندي مناوبة، أنت شو الله جابرك تقعد الآن سنين لساك قاعد بهالمكتب؟ إيه الله وكيلك عم تداوم أكتر مني. من ضجري ديقان خلي يا أبو غسان، بتصدق ما عاد لي نفس على شي بنوب. عشانه لك نزير لا تكون بتحب ليليا. أنا؟ أعوذ بالله. خير إن شاء الله. ألو، أهلا أهلا أهلا، بعد زمان يا بنت الحلال، هلأ كنا بسيرتي. ايه هون ليلي. ألو، أهلين ليلي، كيفك؟ لا لا ما في شيء. ايه ماشي بجي. لا فورا فورا جاي. ايه ماشي، مع السلامة. خاطرك أبو غسان، مع السلامة. قال ما بيحبها، بحض هالرقبة غرقان لقى رقيط أدنيك. تأخرتي علي، تأخرتي حتى اتصلت. يمكن لو ما اتصل فيك يا نزير كنت بتنساني وبتروح تعيش حياتك بالناقص من ليلي، مو هيك؟ شو عم تحكي يا ليلي؟ هلا انت عندي هيك؟ كيف انا عندك لك؟ لا تعرفي كيف مضوا هالكم يوم ما كنت قلتي هالشي. لا بقى تهنيت بنومي لا بأمي لا بأكلي ولا بشربي. وانت عليك يا نزير، حتى ما فكرت تطمن علي بالتليفون، ما فكرت انه تسأل سليم او صافي. قلت لك الموضوع اللي كان سبب المشكلة موارد عندي بنوب، وما بقبل فيه حلول نص نص. يا اما بيصير الشي اللي طلبته، يا اما يا اما شو نزير؟ كيف انت عليك هيك؟ طبعا قلبك تقسى علي كل الأسوأ. شو يعني؟ انت بتجي بتنفسني بطني لحتى اطرح مثلا؟ لا يا ليلي لا، انت بتعرفي اني ما بتمنى الشوكة تنفذ. المهم هلا شلون حتى صار؟ طمن، ما كان في حمل من اساسه. فرحتيني يا ليلي، تسلميني مع احفادي. رحت لأنه ما رح يجيك ولد مني يا نزير. أنا هلأ بدي أفهم ليش طق الموضوع بمخي. يعني ما قلنا سيري غير الولد؟ خلص ما بقى أجيب سيرته، ما بقى أفتح تلفي. أوهو شو قصتك يا مخلوقة؟ شوفي ها واصلة لعند مناخيري. يا أما بتروحي وبترجعي مثل ما كنتي أول، يا أما كل واحد طريقه. ها لا لا نزيل، أنا ما بقدر أعيش من دونك.
أنا بموت كل يوم 100 موتة بالهبل. عود نسير عود. عمر الولد وعمر هالعمر إذا بدك تبعد عني اليوم اللي بدك تبعد عني فيه رح يكون آخر يوم بعمر. نسير أنت ما بتعرف قديش أنا بحبك. وين بدهم يكونوا؟ كل الاخباريات بتقول انهم اجوا على هالمنطقه. الظاهر انهم حسوا علينا وغيروا المكان. هي صار لنا ساعتين بلا فايده. زمر لهم خلينا نمشي. هالكلب تخلص من اللي كان حامله. عمران المسكاوي؟ اهلا اهلا. وقعت ولا ربطت الهوا يا ناعم؟ هذا اسعد يوم حياتي. ضاع. Thank you.
بس شو بحمد لكم بالاستاذ عمران، وقت الانبطاح ما بتلاقي الا لزق بالارض وكانه مغرينه بغري. هاد عمران ولا بعض الناس شيخ بشير؟ يظهر يا ماجد انه بشير بياخذ راحته بالحديث عن بطولاته بجيش الانقاذ. الحقيقه يا جماعه عمران حكالي عن كل شيء. عن كل شيء ابو عناية؟ عن كل شيء. ايه بشير ما خبى علي شيء. شو بشير فضحنا مو هيك؟ اخر العريس ماهي. ايه والله اخر كثير. بابا بابا يا خانم، هذا بيت واحد مشبوه بدنا نفتشه، وانا عم احكي معك بكل ادب. شو قله هالادب يا نزير؟ ها شو هاد؟ انت كمان هون يا بشير؟ خلص لا حدا يطلع، احنا بنتصرف. معك امر انك تفتش البيت وتدخله بدون ما يكون موجود صاحبه، وبليله كتب كتابه كمان. لك شو صاير لك؟ وان شاء الله مستنيين العريس. زين وحك تكون العريس مشرفنا من العصر. نحن فرحانين وعمران بين ايدين المجرمين والظلام. زمي حدك يا خانم، والا ها والا شو ها امشي. شو تاخذني انا كمان معهم؟ نزيد امشي من هون، بكفي اللي عملته. امشي بتضلك اخي كبير، انزلوا لتحت لعند رفقاتكم. يلا تعال يا ناي. والمسكينة صاروا عيونها قد الخلخة المستوية من كتر ما بكيت. تاري صاير بيناتهم حب وعشق ومتولعة فيه لتقول حاجة. لا 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 مسكينة، راحت الحزينة لتفرح ما لقيت لحالة مطرح. بس بيني وبيني كانت بتعيش عيشة هنية مع عمران. عمران سربست بتصير محامي. قليلة فكرك انه الفرح يصير مناحة. اي والله حالته متقطع القلب. لك ستي يلي من ايده الله يزيده. لكن حدا بيشوف جماعة واقفين ضد الحكومة وبصير واحد منهم وفيهم؟ لك ابني كمان غرقان معهم. عناية نفسها معهم. عناية بنت لطفي؟ ايه عناية ما غيرها. ايش فكرك بكرة ما راح تصير بالجامعة اذا اخذت البكالوريا؟ عناية بدها تصير سياسية وتصير محامية. والله عشنا وشفنا زمن. أنا اللي بعرفه أنه عناية ما بيهمها شي بالدنيا قد ساعد صفا مع رجال بريده وبتريده. هذا بالأول أبو عزو، هلأ الخانو بدها تخلي العمال ياخدوا المعامل ومحلاتكم وبيوتكم. شو الحكي؟ بس ابني ما قال لي هيك. عزو جابك؟ عزو فداء وسهام وماجد راحوا يسهروا بالبيت الثاني. ولاد اخي هون؟ واذا كانوا هون شو ابو عزو؟ بروح مسلم علي هون وبرجع. من كل عقلك بدك تتركني وتروح؟ شو في برا وبالبيت ما في احسن منه؟ ولا مو عاجبك حلالك؟ منو يا عاجبني وبس؟ مسكينه مسكينه البنت مكتوب عليها الشقه. وجعك قلبك عليها ماما؟ وليش لا يا اميمه، ما بتتذكري شلون رحنا لعندها لما ارتحم جوزها الاولاني؟ ايه وكانت عايده ابو الورد موجوده. كل شيء صار وكل شيء عم يصير الا ما يكون لبيت ابو الورد ايد فيه. لا يا سهام، إذا ما كان نزير أبو الورد الليلة رح يكون غيره. ليش مين مسك أبوكي؟ ومين مسك أبو زهير؟ مين اللي كان عم يدور عليكي آية فداء؟ ومين اللي مسك عزة وعمران؟ هاي معك حق فيها سيهان. نزير أبو الورد رح ينتقم من الكل من غير ما يخالف القانون، وإلا ما يلاقي حدا من بيناتنا ويطارده. ما شاء الله عنا نحن من كل الاتجاهات، يعني إلا ما يكون تحت إيده. بس هذا ما بيخوف حدا يا ماجد. عمران اللي كان بيستطلع جيش الإنقاذ وما خاف من اليهود، ما
ما راح يخاف من جبان مثل نزير. غلطان يا ابن عمي، ما في شيء بالدنيا بيخوف مثل جبان وغدار اذا قدر وتمكن. بس انا لسه متذكر كلام ماجد، اللي له عدو لازم يتوقع بكل لحظة وبكل وقت انه هالعدو يهاجمه، واللي بده يشتغل بالسياسة يعني بده يتوقع التعذيب والتشريد والاعتقال. هاي معك حق فيها، صح يا عزو. شو صح وما صح؟ هاي السياسيين عم يعملوا يلي بدهم اياه ومو سائلين على حدا، فليش نحن لحتى نزت حالنا بالنار؟ الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعدين فهموا إنه أفكارهم كلها كفر وإلحاد، إيه كمان حبسوا تعتيل. الله يجزيك الخير يا عماد، طلعتني هلأ كافر وملحد. ماما أنا قررت أخطب سهام الأناديلي. صحيح حبيبي، إن شاء الله ألف مبروك. سهام صايرة عم تعجبني يوم أكثر من يوم، ذكية وحساسة وحلوة وبتلبس حلو بنت عيلة. فعلا ومرباية وبيتها بتعرفوه. وقضية ارتباطها السياسي ما له موضع نقاش، انت وياها سياسيا على طرفين نقيض. بعرف، وأنا على قناعة بانتمائي، وقناعتي منطقية وفكرية وثقافية، بينما قناعة سهام بالذات عاطفية. شلون يعني ماما؟ يعني ماما سهام ما عندها سبب ببيئتها فكري أو اجتماعي يدفع على هذا الانتماء، يعني ممكن تكون أعجبت بشخص أو تأثرت برأي زميل أو زميلة، بينما أنا ربيت على الفكر العربي الوحدوي. كان عمري تحت 20 سنة لما كنت روح مع بابا على مقر الحزب بالسبكي، لذلك أنا حاسس أنه سهام مع الزمن ممكن تفهمني وتستوعب فكري. وأنت شو رأيك فلاك؟ هو ما في شك أنه سهام بتميل لزهير وبتهتم فيه وعندها قبول أولي، بس لازم زهير يتخذ خطوة جدية. عظيم، وأنا طرحت الفكرة اليوم لحتى نتناقش بها الجدية، بس كيف بدي حسسها بهذا الشيء؟ إلها أنه ما اعترضت، وأنه ما بصير هاللقاءات والأعداد تتكرر لأنه بتأثر عليك يا سهام. طيب إذا قالت لي ليش بتخاف علي وما بتخاف على فلك وأنت بتعرفيها بتقول هذا الشيء؟ مظبوط بتقول، إلها مثل ما منخاف عليك يا سهام منخاف على أختنا، ومثل ما منحذرك منحذرها. بتعرفوا لأخي عماد؟ هذا اللي بده يقعد محلك وقت بدك تفرقنا. بالضبط وبالطبع وبالتأكيد، ما له شغل معك. ليش لا؟ أي كتاب يريده الأستاذ تحت أمره. شرف أستاذ شريف، تفضل. شفت شلون؟ أخوك أناديلي أصلي. ولو أستاذ بخدمتك، نحن كلياتنا للصحفيين وإلهن عنا مكانة معتبرة كمان. يا عيني يا عيني، شفت يا أخونا شفت، اتعلم. رأيت الجرايد عنا بربع ورقة، الدين وأرضة الله حسنة بطلناها، ونحن جميعا ضيوف في هذه الدار الدنيا، والضيف لا يستضيف. ما بصير إلا تبخشها العمى مرابي. استغفر الله العظيم. أخي عماد واحد حقاني، بس ترباية عمي أبو عزو يعني بيحلق عن ناشئ. شرفونا أستاذ، وحاسبوا أخي على المجلة. لك رح يعلقني من اليوم. بعتلنا شاي أخي عماد. بعيوني. لا بلاها، هلا بتدفعوني حق الشاي كمان. يعني زعلت عليها ولا شمت فيها؟ وليش لحتى أشمت فيها يا فطينة؟ شو هي عدوتي؟ يعني بدها تتجوز واحد تاني. اطمني، قلبي من جوا دعيلة مع عمران. بعدين نسيتي انه عندي وحدة تانية غيرها؟ غيرها؟ بس مو مثل عنايات. عنايات كانت شغلت لك عقلك وقلبك غير شكل. آمنت بي الله، هلا انا سهران انا وياكي لحتى تحكي عن نسواني التانيات؟ شو علي، مو ضرايري مو شركاتي فيك. لك بدي اعرف منين جايتك طولت هالبال يا مازو؟ من الزمن يا شوكة، من الزمن. قليل الزمن شو يعمل بالناس، بيقلبهم فوقاني تحتاني. اي والله، وانا بشهد انك تغيرتي للاحسن، وعقلك من هون صار كامل مكمل. شو علي، وحده عقلها كامل وواحدة حسنها كامل. لك اطفي الضو، حاجتك لعي بقى، اطفي الضو بدنا ننام. خلصيني بقى، لا تخافي، حسنك مو قال من عقلك. هي انطقها انطقها بقى. يلا اطفي الضو. يلا.
السلام عليكم. بدنا كليين حجي. اي والله يعيشوا. تفضل حجي. يعطيك العافية. فوق الدون زيادة. لشو زيادة؟ ما بيد انه رخصوا الخبز؟ لا والله ما ادري. رخصوا خالد العظم من حارتنا. الله يرحم بيو. ابن عيني ما بدها كلام. نزل كيلو طحين الزيرو لثلاثين قرش او للربع ورقة، ما حدا ممنون وما حدا مبسوط. لا تعرفوا انه بعد ديمقراطيتنا وحكوماتنا ما في. لفها ابو سامي، لفها دخيلك. مين اللي وصلنا لهالمواصيل غير جماعتك؟ بالله شو، مين اللي كان مضيها مظاهرات تأييد للمشير الزعيم؟ مو انتو سيد محدين؟ ما بتكون لا هدول ولا هدنك، نيناتهم اصحاب مصالح وما في بقلوبهم خوف من الله، واساسا مهمهم الوطن. هلا هيك طلع معك يا شيخ بشير؟ اسمع ابو سامي، انتو صفيتوا ماضي. مهما قعد المشير وراء اللواء وهلا العقيد، بيجي يوم وبيمشوا ونحن اللي بنبقى. المستقبل إلنا للافكار الجديده. سوري، شو رايك تكوع وتصير محده؟ ولا اقول لك فرد مره يساري متطرف. ماجد، مع خمس ورقات. الله معك. تعرف مين الشخص اللي كان عند آخر وزير استقال لما كتب استقالته وبعتها لمصر؟ ليكون العقيد. هو ما غيره، صاحبك أبو إحسان. خد أخي هاي مصاريك، أنا بعمل هيك قدامه حتى ما يطمع. حتى الوزراء حاطط مهبرين. تعرف يا ماجد، تصريح الشيخ الأحمر مثل ما صار اسمه هو اللي حرك الجو، وبيان الدول الثلاثة أمريكا وإنجلترا وفرنسا من نتائجه. عم قلك ما في شي نزيل، شو بده يكون فيه يعني؟ شوفي يا ليلي، أنا صرت مختص فيكي وبعرف حالتك على الطاير، يعني إذا كنت رايقة بعرف، وإذا كنت مخبية شي بعرف، وإنتي هلأ مانك على بعضك. أنا حسب العادة ما تغير فيني شي، بس أنت مدري شو قصتك، بتروح على الشغل مبسوط وبترجع منه مبسوط، بدك يعني انبسط معه، أنا مالي عرفاني ليش. نزير ليكون في بالشغل شي بيبسط. معلوم فيه، بين ايدي احلى عمران بالدنيا. لا تتصوري انت مسكته يوم كتب كتابه، وعلى مين؟ على عناية الدلال. الله الله على هداك المنظر، اولاد الاناديلي، نادر، لطفي، بنات الاناديلي، وعناية، عناية ما غيرها. مين هي عنايتي اللي مبسوط كتير انك غلبتها؟ واحدة من الزمن اللي راح، وحده لعبت معي بالاول، بعدين لعبت ضدي، بس هلا روحها بايدي. حبيب قلبها عندي بالسيلول. نزير انت بتلاقي بسط بانه واحد محبوس وما عم يقدر يدافع عن حاله؟ تنبسط انت عم تاذيه؟ معلوم، هذا بزمانه وساحب علي فرد ومقلعني ولاوي لي ايدي وخارب علي عيشتي، وفوق كل هاد مسكر تمه. لهلا الواطي ما حكى ولا كلمه، وما باقي غير يومين لحتى يروح للمجلس العدلي. يا لطيف يا لطيف، شو قدامي شغل بهاليومين؟ خوفتني وزير، أنا فكرتي عنك غير. معي مع الحبايب، بس مع العدوين لا. أنا نار مكبرتي سم، ويا ويلو اللي بده يوقف ضدي. أمر، شو المهم اللي ما بيستنى؟ اشتقت لك والشوق ما بيستنى. اوعك تكون واقع يا استاذ. وليش اوعك؟ افرضي اني واقع فعلا. ايه؟ وقتها بقول لك الله يشفيك. شفها بايدك يا سيام، ايدك وحدك. شو؟ شايف الشغله حمياني وفيها جد؟ وصلت لمداها. سيام انا بدي اتقدم لك اليوم بكره، بس ما لازم يمر اليوم الا تكوني في حبيبتي خطيبتي وفرح أيام.
صغير شو صاير لك خجل؟ بدي اسمع جوابك. اعطيني مهلة يومين لحتى اقول لك امتى تجوا انت واهلك. يومين وبدي اسمع كلمة تاو. العقيد عم يتابع وسألني إلي بصريح العبارة ليش ماجد ما كتب. بصراحة يا أبو علاء أنا اللي منعني شغلتين. أولا أنا ما بحب أكتب مقالاتي بتوجيه من حدا غير ضميري، وخصوصا إذا كان واحد متنفذ وعسكري ومتعود أنه يأمر. مظبوط حماك، أنا توقعت يكون هيك رد فعلك. أبو علاء معلش لك شغلة. طبعا لازم تقلي، لازم الأمور بيناتنا تكون بمنتهى المودة والصراحة يا ماجد. قلي عال، بدي تقلي وين موقعك من اللي صاير، وين أنت، مع مين، ضد مين، شو رأيك. أنت الصامت الأكبر يا أبو علاء، إلك رأي دائما، إلك رأي بكل شيء، بس أنا هلأ محتار فيك، يعني ما بعرف شو اللي بيشكل رأيك. ألو. أيوة أهلاً. أهلين. اجتماع شو؟ أيوة خبرته العقيد أمين. له خبر العقيد بهيج. لا أنا ما بتأخر، مع السلامة. شوف يا ماجد، لا تحتار ولا تهتم، أنا مثلك، انت لك رأي بكل شيء هيك، بس ما لك موقع محدد او مرسوم. بس انا ماني مخبي شيء، وعندي احساس انك انت مخبي، يعني في جزء منك بعيد عن اللمس، محجوب عن العيون. يا ماجد، نحن كنا بتساؤل العقيد عنك وعن كتاباتك، صرنا فيني حتشتغل فيني. فهمنا أول سبب إنك ما بدك تكتب لأنك ما بتعود حدا يأمرك بالكتابة، هذا أول سبب. الثاني شو؟ أنا شايف إنه حكومة خالد العظم أو هو بالذات رئيس الحكومة جريء، وموقفه من لبنان فعال وإيجابي. ثانياً حقق مرفأ اللاذقية. ثالثاً ساهم بشكل مؤكد بميثاق الضمان الجماعي، وحافظ على سوريا بعيدة عن النفوذ الإنجليزي. عظيم. يعني انت باختصار مالك ضد خالد العظم؟ فعلا ربما ضد بعض القوانين او القرارات، بس انا مالي ضد خالد العظم ولا رح اكتب ضده. عظيم. شوف يا ماجد، انا مجرد مرسال، وما على الرسول الا البلاغ. طيب انت شو رايك باللي قلته؟ نحن هلا برايك انت، يعني انت صاحب الراي وصاحب الالم كمان. وانت صاحب الدبابة والفعل. اهلا. ولك في احلى من ضحكة الحبايب على الاذن. وجودك يا ماجد. يا جماعة شغلي، هذا شغلي والله العظيم. لكن تبعرف انه كتاب عمران الصرماية ولا عناية الزفر. كنت عم تحر عن البيت، طلعوا كل الاوادم بوشي حتى اخي. بدكن الحق ولا ابن عمه؟ نزير ما غلط، نزير كان بشغل، بالعكس حفظ كرامة لأخوه وانسحب وما فتش بيت عمران مثل ما انت قلت يا بشير. يا أبو سامي، هذا أخي وخال ابنك، ضروري يعني ما ينذكر إلا بالعاطي. بعدين شو شغلتين مداهمة وملاحقات الناس؟ شغل أخي، شغل شغل مثل شغل الموظف ووزير الزراعة وزير المعارف. يا أخي شغل، كلنا بشغلنا يا عمران. الشغل اللي بيخليك تخرب بيوت العالم. ولك أخي، لكان المسكينة ليلة كتب كتابة يصير معها هيك؟ ومن مين؟ من أخي. شوفي أختي، أنا ما قربت على بنت الدلال كرمالك، ويكون بعلمي عناية منظمة ولا نشاطة مثل عمران، وبجوز بكرة يمسكوها غيري مو أنا. أنت مالك ذنب. ولك أخي، أنا وأنت بنعرف أنك مالك محتاج مال الوظيفة. الله يلعن هشام مرجان وذكره،
هو البلاك بالشغل. لا أخي، على كل حال لما كنتوا طالعين من بيت لف الدلال أنا شفتكم، المحامي وماجد الأناديلي وعزو الأناديلي كلهم العدوين، ولولا وظيفتي كانوا طحنوا عضامي. إيه ما بدهم منك شيء ولا بدهم انتقام. ولا أنا، أنا موظف، موظف يا جماعة. بيقولوا لي مسك فلان ابدأ بخوانيقه، الله سبحانه وتعالى بعت لي وظيفة بتحط عدوي تحت إيدي برفسها. هلا سيبونا من هالحكي اللي ما بطعمي خبز. شو قلت صهري؟ يعني زعلت أنا؟ أنت كتير رح تسمع. بعدين أنت بشير كتير هامك عمران المسكاوي، ما هو واحد ملحد مثل ما أنت بتقول. إيه ها؟ إلا صهري فهمه. لا يا أبو سامي لا، هذا رفيق سلاح مجاهد بفلسطين، بهمني وبهم كل الناس. شو متوقع قلك يا سهام؟ بعدين ليش عم تسأليني إلي وعندك واحد مثل صديقنا؟ صديقنا خاله للشب، بحبه ومربيه. ايه وشو رأيه فيه؟ عم قلك بحبه ومربيه، وهو ممتنع عن النصيحة. شوفي سهام، نحن منفضل لأي واحد منا أنه تكون أسرته معه، تآزره وتوقف وراه، لكن مو معنى هالكلام أنه نقول ما بصير زواج إلا بين بعضه. يعني في خلل لو كان زوجي خصمي عقائديا؟ الخلل إذا بتتخلي عن انتمائك يا رفيقة سهام. على كل إن أنت شوفي لوين استعدادك ممكن يصل بالحفاظ على انتمائك. انتمائي مو موضوع نقاش أبدا، لا هو ولا وفائي ولا إخلاصي. حتى لو تعارض هالشي مع مواقف زوجك؟ طبعا. فإذا قرار متخذ من قبلك وبدك ميني يقلك عملي هيك، يلي عندها ثقة بنفسها أقدر على اتخاذ قرارات. ادخل. أهلا. يا أهلا. مرحبا أستاذ. أهلا أهلا. شو أستاذ عزو، بدنا التخرج بقى؟ غصبا عنه بده يتخرج عمو نادر. معلوم، إذا الأمورة أمرت بده يتخرج غصبا عنه وغصبا عن الكلية كمان. بس يا ريت تبطلي تحكي نيابة عني مرة ثانية. أمرك، بس كنت بدي أقول له لعمو نادر إنه عمران رح يطلع بعد جمعة. والله شو؟ ليش حكمو؟ تفضلي جاوبي، احكي. لا هي اختصاصك يا سيدي. انحكم بشهر من يوم توقيفه، والجماعة ما قدروا يثبتوا عليه شيء، بس في واحد شهد إنه عمران من قيادة دنيا. عظيم عظيم، شيء بفرح فعلا. خبرت عنايات بهالشيء؟ نحن درينا من أبو عنايات، وعنايات هي اللي درته. رفاقنا بلغوه أول ما سمعوا الخبر. يعني كنتوا جايين لعنا ودريتوا. ايه عمو نادر، بدي تخصمها بيني وبين عزو. قال يا داخل بين البصلة وقشرتها، الكمالة معروفة. مقبولة منك. قال عزو شايف انه زهير وسهام ما بيلاقموا بعضهم، وانا شايف العكس، وانت بتعرف الاثنين، بقى شو رأيك؟ ما نكون ملاحظين انه هن اثنين بس اصحاب الحق بهالموضوع؟ طبعا احنا حوارنا جانبي بس بين بعضنا. يا سيدي، سهام ناريت الطبع، زهير هادي، سهام عاطفية مندفعة، زهير عقلاني منطقي مهندس بيحسبها. يعني مختلفين بالطباع. مو أحسن ما يكونوا اثنين ناريين ويهبوا على بعض كل لحظة؟ شفت؟ الحياة بدها تعايش، عصبي مع عصبي بيتدابحوا، بس عصبي وهادي بينسجموا. سألني إلي. مظبوط، تيسير عصبي، بس أم زهير هادي. مع كل هاد في غلط، ما بعرف شو هو بس حاسس إنه في غلط. أبو عزو، كرمالي كرمالي لا تروح تسهر مع عبد الزيات وتتركني. يا أمورتي، أنا وياه معزومين، واللي عازمنا رياض بيك، وهذا معرفة قديمة لأبو سامي، وبيقرب جوز عناية الأولاني، زلمة تقيل كتير على طول عايش بأوروبا. عزم أبو سامي، قام قال له أبو سامي بدي عرفك على جوز عناية اللي تجوزها بعد المرحوم مروان، قام قال له ضروري وعزمني. أبو عزو ما بتروح. شلون شلون؟ عملت لك كل شي بدك إياه، فونوغراف ورقص ودلال وخدمة وعلى 24،
وبعدين تتركني وتروح تسهر مع الساقطات؟ لا ما في. عمول لحالي ايمتى بده يبان المرج؟ داري ما طوال، هوام داب التلج وبان المرج. داري هالطاعة وهالكولة كيمولة الله. ودي هيك ودي هيك، انا اصلا ليلي رح نام بالبيت الثاني. روح هيك. الحركات هاي حتى بيوم الجمعة؟ تفضل استاذ، مطلوب من السلطات العليا. الو، اهلين سهام، شلون؟ وليها كمان مرة ما اسمع. يا موال عيني، معلوم اليوم لكان امتى؟ عصرا فضل اخطبولي. لا، كان لازم مثل المفيداء جابت منير الله يسلمه بيت جده، كان لازم تصير خطبة سهام ببيت العيلة، وهي واحدة عنكم. ها بس خالي امتثال، عملت الخطبة بالبيتين كرمالك خالي ام عزو. كرمالي انا؟ تسلمي لي ان شاء الله. شلون هي بقى؟ لو قعدوا الرجال ببيتنا او ببيت عمو، وين بدها تروح مرت عمو؟ فهمت فهمت ماما، بس والله ما بهم، المخلوقة مرت عمها مثل مو انا مرت عمها. بس هلا لسهام صارت ثلاثة مرت عم، خالي فاطينة وخالي اميرة ماما سروال. يا سلام. لك يسلم لي خفيف الدم المخدوم ان شاء الله. تسلمي يا ام عزو. الله يسلمك يا رب. ام عزو يا سروه خانم مثل الذهب العتيق اللي بيضل بجوهر. اي والله باين يا ام ماجد، المقصل ما بيخبي حاله. يو الله يسلمكم يا رب، نحن من بعدكم بعدين. يمكن قروا الفاتحة، صار لازم نجيب الخطيب. حقبالك حقبالك معي. فاتحة نقرت والخطيب جاي بعد شوي. أنا يلي قاهرني إنه ما جابها سيرة، ما قال لي يا أميرة أنا عندي هيك لازمة بدي روح هيك مشوار. المجنون يحكي وعائل يفهم، الرجال أصر الشر من أساسه. لك معقول يحطك أنت ومعزه بفرد قرني؟ أنا ما بدي هالروحة من أساسها، ولا بدي شوف مرته وبنته وبنت بنته. تنقصني هالشوفة، بس يحكي يقول. هلا ما أجت فداء مرت ماجد لعندك واعتذرت منك وقالت لك كرمالك ما رح يساوي الخطبة ببيت العيلة؟ هلأ ليش ما عم تفهم علي يا أبو نعيم؟ أنا مالي زعلاني لأني مو حاضرة، أنا زعلاني لأنه ما خبرني، فات وطلع وراح وإشاء وما خبرني. معلش لو سألتك أختي. عن شو؟ أنت اختلفتي أنت وأبو عزو شي؟ أنا وصاحبك ما رح نتفق بنوب يا أخي، هو عاقل وأنا عاقل، بده يضل عايش مثل ما تعود من صغره، رجال ما حدا بيرد بوشه شي وما في لحدا رأي تاني. هذا الشيء بتعرفيه من الأول يا أميرة. بس نحن بسنة 1950 يا سيف الدين، وأنا معلمة من 15 سنة، ما لي عناية أو فطينة. صح، بس هو شوكة لسه شوكة. بعدين تعي فهميني، أنت تجوزتي لتمشي على كيفك ولا لتعيشي معه وتنستري؟ لا، لحتى نعيش وننستر سوا. إن حاكيته بالعقل والمنطق ما بيقبل، ان دللته وخدمته وعملت له اللي بده اياه بيرفس، ومتى ما ضربت براسه ما بتلاقيه غير راح على البيت الثاني. بيته مثل ما هاد بيته يا اميره. استهدي بالله وحطي عليك براسك يا اميره، الرجال وقت يكون مبسوط منك بتلاقيه مشقرق
وقت يكون متكدر وشه ما بيتفسر. لازم يفهم انه اذا بدنا نعيش سوا مثل ما عم اجي على حالي بده يجي على حاله. لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، لو جمعوا كل الزهر من كل جنس ولون وركبوا منه عطر أحلى عطر بالكون، رح قلهم أحلى عطر من كل شي قدامي، هبة نسيم العصر بياسمين نشامي، رح قلهم أحلى عطر من كل شي قدامي، هبة نسيم العصر بياسمين نشامي. وقف يا ابن الناس واركع بمحرابك واحني لعز الراس صلي عترابك. من شهداء ايار ومرجحة الاحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها، من يوسف العظمة لحد هذا اليوم شو استشهد أبطال لا يحموا أبوابها، شهداء أيار ومرجحة الأحرار والشام هي الدار اللي ما بتنسى أصحابها، هذا اليوم تشهد أبطال لا يحموا أبوابا، وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما اجت أيام بتضل هي الشام، وبيوت أهل الشام بيوت الكرم والعز، ومهما اجت ايام بتضل هي الشام، قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام، قوي ما بتنهز عزيزي ما بتنضام، خير لاصحابك وبلسم لحبابك، والشام بتبقى على طول بلسم لحبابك، غير أصحابك وبلسم لحبابك.